هلا في جدعان، يا هلا يا هلا، من زمان حابين نتعرف عليك. مكثور الخير يا عمي، مكثور الخير بالله. من كثر ما حجالي عنك ابوي قلت لازم اجي واتعرف عليك شخصيا. صراحة ابو جدعان يعني صديق قديم جدا جدا جدا، تعرفت عليه من زمان، اجى يصلح ساعة تقيلة كانت كتير. ابو جدعان ما حدا يعرف يصلحها بكل البلد، صلحت له اياها ومن وقتها صارت الصداقة ولا اي طويله 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 هالقد. اي والله الله سق الله ذي جلي يا عم، سق الله يا بلورد، سق الله والله بيت الناس اهلا بالله. لا 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 يما، وين البنيه؟ اريد اشوفها، وينها؟ يقصد العجية أي الحلوة المزيونة أم الجدعان. يا مانت يقول يا حرمة يا مجدعان، ودنا نخطب للا عجي البنية الزينة الحلوة مثلش. إيه الحين بس يشوفها ويوافق عليها، ترى ما نطلع من هين إلا تكون مرتك. يما وين البنية هاي؟ ما راح اشتكت لها أنا، وينها؟ اشتكت لها جدعان، إذا ما شفتها كيف اشتكت لها؟